يعني اكيد في البدايه كده لو حضرتك موجود معانا لازم اتكلم معاك عن بدايه مشوارك مع نادي الزمالك وكواليس كده اول يوم ليك في نادي الزمالك. القصه بدات سنه 74. انا كنت بلعب في مركز شباب البحيره، مركز شباب الحريه بدمنهور، وكان في مباراه لمنتخب البحيره مع منتخب الكويت، وكان المدير الفني لمنتخب مصر الدكتور كمال درويش. لعبنا الكويت وعملت ماتش كويس، فخدوني منتخب مصر الكبير من الساحة، واخد بال حضرتك؟ فطبعا أنا مش من الأهلي ولا من الزمالك، قعدت معاهم فترة الإعداد ومشيت. طبعا الدكتور كمال وكابتن حسين والكابتن حسن صقر قالوا لي انك يعني تخش معانا في نادي الزمالك وكده، فطبعا انا ما كنتش باصص الحته دي، وكنت يعني عايز اقعد في دمنهور زي ما بيقول غربه. فدخلت الجيش سلاح المهندسين رحمه الله عليه، اللي هو محمود علي فهمي هو اللي جابني نادي الزمالك، وسارت المسيره بقى يعني كانت مكسب اكيد لينا يا كابتن مصطفى. الحمد لله يعني الحقيقه طبعا. وجيت المكان اللي قدر يقدرني يعني الحمد لله. الحمد لله طبعا. طيب برضو مش هينفع ما اتكلمش مع حضرتك النهارده بقى عن ابرز كده ذكرياتك السعيده مع نادي الزمالك، يعني لو بتفكر في ذكرياتك ايه اول حاجه بتفتكرها كده وبتحس ان انت مبسوط لما بتفتكر الذكريات دي؟ اولا احسن ذكرى ان انا كان معايا مجموعه محترمه جدا، يعني المجموعه دي كان حسين لبيب، حسن صقر الوزير المحترم، كان معايا مدحت البلتاجي، كان معايا البوهي، سعد سليم، طارق جبريل. دخلت في وسطهم أسرة إلى الآن زي ما هي متماسكة، وتعتبر أحسن أسرة رياضية في تاريخ مصر كلها. مظبوط. مش في نادي الزمالك بس. مظبوط طبعا. يعني أسرة نادي الزمالك، وطبعا يرجع الفضل للدكتور كمال درويش. مظبوط طبعا. هو اللي أسس المنظومة دي، والمنظومة دي ماشية لغاية دلوقتي برضو بالدكتور كمال درويش وبالمهندس حسن صقر وبالكابتن حسين لبيب. كانت مجموعة مميزة طبعا يا كابتن. نعم. كانت مجموعة مميزة فعلا الحقيقة، وبعدين وتاريخ كبير. حسين بقى يعني طول عمره لمم الفرقة، حتى وهو بره النادي حسين كان على طول مع الفرقة. مظبوط.